لا إله إلا الله الواحد الفرد القدير ربنا جل جلاله له الشكر الجزيل يوم انه اصطفانا من الخلق من الخلق الكثير بنعمة الإسلام والحق والنهج الجليل لا إله إلا الله الواحد الفرد القدير ربنا جل جلاله له الشكر الجزيل يوم انه اصطفانا من الخلق الكثير بنعمة الإسلام والحق والنهج الجليل للعوالي والأوائل لهم وجه الله الله محمد اللي شرع العلم والفكر الخطير واستجاب لطلبة العلم والظل الظليل وامه اللي قامت وحطت برأسه سفير ودها تلقى ولدها على منصب جميل يا مها يجعل ربي على ولدك بشير ويجعل فرحتك دايم على جو عليل جاي يقول ماخذ كل المدايح وكل اللي يقل إله اللي سطرت كل مجد من حرير ليش اللي تلقى من وراها على درب طويل وما نسيت اللي تقدم من السن الصغير ناجح من فضل ربي ويبقى له قليل قالها عبد العزيز المعالي في الأخير يتصيد للمعالي ويرقى للمخيل وامنا منيرة تستبيح الفكر دايم من الهم وتشيل ألف مبروك وعساكم على طيب وخير ألف مبروك وعسى فراحكم في كل ليل والنهاية نطلب الله فينا وين يسير فيها من حبي وتقديري وشكرا جزيل فيها من حبي